الاخلاق دي يا جماعه دي اهم صفه في الانسان. الاخلاق دي يعني ما تكذبش، يعني ما تخونش، يعني ما الاخلاق. فاحنا عايزين ايه؟ ضبط وربط. امتى تيجي بقى الضبط والربط؟ بتنفيذ اللوائح والقوانين، تتنفذ اللوائح والقوانين بالشخصيات القويه. احنا عندنا شخصيات قويه بتدير، ولا عندنا شخصيات زي بتوع فيلم البدله؟ اكرم حسني، اكرم حسني بصوا لما شاف المستشار في المدرج عمل ايه؟ كان بيطلع الكارت الاحمر اهو في فيلم البدله. شاف المستشار في المدرج عمل ايه؟ مطنش. هل احنا عندنا المسؤولين كده ولا جامدين وشخصيات قويه؟ خصوصا بعد التصريح اللي عمله الكابتن جمال الغندور. كابتن جمال الغندور اعترف اعتراف مثير، قال لك ايه؟ رئيس نادي الزمالك هدد بالانسحاب من الدوري مره كده، كان هو رئيس هيئه حكام كابتن جمال، والراجل حكم عمل حاجه في ماتش ما اعرفش يعني، طلع رئيس نادي الزمالك وتك تك 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 تك، اتحاد الكوره عمل ايه؟ ضحى بالام مش بالجنين، بالام. مشى رئيس لجنه الحكام تاني يوم. بص الراجل بيقول لك ايه؟ رئيس نادي الزمالك هدد بالانسحاب من الدوري حال استمراري في لجنه الحكام. بالفعل لقيت نفسي مش موجود، قمت من النوم لقيت نفسي مش موجود اهو. كل ده هنبقى اكرم حسني ولا هنبقى اتلتيكو مدريد؟ اختاروا اختاروا. هنشارك في المبادره اخلاقنا الجميله ولا لا؟ وفي اخلاق بدون ضبط وربط؟ يعني انت عايز ولادك يطلع عندهم اخلاق وكويسين ومنضبطين وتمام، وانت ساب الدنيا على البحري؟ الواد يخرج ويجي اي حته، يروح يصر في كباريه ولا يصر هنا ولا هنا ولا يعمل اي حاجه في اي حاجه، وتقول لي ده انا بربيه واخلاقه تمام؟ ازاي يعني؟ ضبط وربط يعني لوائح وقوانين. اعرف يعني ادي احنا بنقول بما يرضي الضمير المهني. في الاخر انا مش صاحب قرار، اصحاب القرار هم الناس اللي بتدير، والناس اللي بتدير دول اللي هم اتحاد الكوره بمجلس ادارته، رابطه الانديه بمجلس ادارتها، مجالس ادارات الانديه، وزاره الشباب والرياضه، اللجنه الاولمبيه. موضوعات كتيره جدا بنناقشها ولا حس ولا خبر، ولا حد بيقسم بالله، ولا حد حتى بيرد، بيبقى عنده بيكلموني في الخباثه او مراسيل. لكن حد يبقى عنده جرأة المواجهة في مخالفة واضحة وصريحة؟ وديت أمثلة كتير، اديت أمثلة كتير، وقلت أنا عايز أعرف هو جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة ولا لا؟ بس عايز أعرف بس، محدش بيجاوب. هو الجواب لما اختفى بتاع الأهلي حد عمل حاجة ولا لا؟ بس محدش بيجاوب. أمثلة، حط عندك أمثلة كتير بحاجات كتيرة جدا جدا، لكن حد بيجاوب؟ محدش بيجاوب، محدش بينطق خالص. وتروح شكاوى وناس تشتكي، عضويات موقوفه ناس تشتكي، ومعرفش مين يعمل ايه ناس تشتكي، وناس تبعت هنا وهنا وهنا وهنا، ان حد يرد او محدش بيجاوب. فعشان كده انا بقول كده، لسه علينا بدري. مجتمع الكوره ده محتاج والله العظيم بجد، يعني عشان الناس، انا مش بحبط حد، بس انا بقول احنا محتاجين، مش محتاجين حد ماسك عصايه، لا، محتاجين حد عنده ولا جرأة ولا دي محتاجة جرأة، عنده ضمير ينفذ اللوائح والقوانين بس.